مساء الخير متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم ساءت أجواء غير مستقرة في العديد من مناطق المملكة، المنطقة الجنوبية الغربية، الغربية، أجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية، حيث أطلت زخات العديد من الأمطار. هي بداية لحالة ماطرة تؤثر على عموم منطقة الجزيرة العربية. يتوقع خلال الأيام القادمة أن تستمر هذه الأمطار وحالة عدم الاستقرار الجوي بالتأثير في عموم مناطق المملكة العربية السعودية. سنستعرض تفاصيلها في هذه النشرة. نبدأ نشرتنا باستعراض هذه الخريطة لتوزيع الأنظمة الجوية المسببة للحالة الماطرة التي تتأثر بها المملكة وستتأثر بها خلال الأيام القادمة، حيث يتمركز المرتفع الجوي فوق مياه بحر العرب، يدفع بكتلة هوائية رطبة ودافئة من بحر العرب باتجاه الجزيرة العربية بالتزامن مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر. هذه الظروف الجوية استعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة في العديد من المناطق المملكة، تتركز في المنطقة الغربية، الجنوبية الغربية، وتمتد حتى شمال شرق المملكة العربية السعودية ومرورا بالمنطقة الوسطى. نتحدث أكثر حول الحالة الماطرة ونستعرض هذه الخريطة لتوزيع الأمطار المتوقعة خلال الأيام القادمة واعتبارا من يوم الجمعة. يوم الجمعة ساءت أجواء غير مستقرة في عموم المنطقة الغربية، الجنوبية الغربية، ووصولا حتى المنطقة الشمالية، هطلت زخات رعدية من الأمطار في عموم هذه المناطق. تستمر الأحوال الجوية الغير مستقرة يوم السبت لتشمل العديد من مناطق حائل، القصيم، أجزاء من منطقة الرياض، ووصولا حتى مكة المكرمة وعموم المنطقة الجنوبية الغربية. تستمر أيضا هذه الأمطار بالهطول خلال ساعات ليل السبت على الأحد، وتستمر يوم الأحد الأجواء غير مستقرة في عموم المنطقة الغربية والشمالية والجنوبية الغربية من المملكة بإذن الله. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور تكون الأجواء غائمة جزئيا، 24 درجة مئوية، الملموسة 24، الرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون جنوبية خفيفة السرعة، وبالتالي سيكون السحور في الخارج ممتاز. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال الثلاث أيام القادمة، يوم السبت أحوال جوية غير مستقرة 32 درجة مئوية، أما الصغرى 25، يوم الأحد 32 إلى 25، أما يوم الاثنين ترتفع إلى 35، أما الصغرى إلى 27 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.